لا يا حوده حرام عليك، حرام عليك يا حوده، وداك مش هيحصل. ارحمني بقى، مش هيحصل يا حوده، وداك مش هيحصل. ارحمك، ارحمي انت يا بنت. يا بنت انا هتجنن عليك، هاتي بوسه. طب ايه اخر الجنان ده؟ الله يخرب بيتك. هنتجوز يا موحة، والله لا اكتب عليك، اصل انت مش عارفه حاجه يا موحة. احنا خلاص، ابويا هروح عند الباشا وهيقعد هناك على طول، وساب لنا بقى الشله نلعب نتسلى نقزقز. موحة، طب خلاص، طب خلاص يا حوده خلاص، اطلبني من امي الاول، وبعدين لما نتجوز تبقى تعمل اللي انت عايزه. انا موافق يا موحة، هطلبك من امك وكل حاجه هنعملها، بس ادوق الاول. تدوق ايه؟ الله يخرب بيتك يا بت، هاخد حته صغيره وبعد كده نتكلم في الصبح. حيا بقى. ولا حرام عليكم، حرام عليكم، ده بقدس ربنا. محروس، محروس بقى اللي راجع يا حوده. يا ستي تعالي، محروس مين؟ ما تركزي يا موحة، يغور في 60 داهيه. واحنا مالنا ازاي؟ محروس ده ما الناس كلها شاطه فيه تحت، انا لازم اروح اشوف. تعالي هاني هنا، تروحي فين؟ اقول لك على حاجه، هاتي بوسه. اقول لك على حاجه ثانيه، اقول لك حاجه ثانيه، مش هم بيتخانقوا معاك تحت واحنا هنولع في البيت هنا؟ تعالي. عواطف يا بنت، عواطف افتحي، انا محروس ابو خطوه. والمصحف الشريف لو اتحركتي خطوه كمان لكون مصوته ولم عليه اهل الحاره، خليه يقطعوه ويرموه في الميدان. ليه يا كسر؟ ليه؟ يا عواطف يا اخوانا افتحوا. الله، طب انا غبت شويه نعمل ايه؟ ما انتوا فاهمين احنا ناس غلابه على قد حال. اقعد يا محروس، يتنايل محروس يقعد، انصرف ينصرف. عايز اطمن عليك، انا عملت ايه؟ انا عملت ايه انا؟ عواطف، عواطف ونعم الوكيل. يا ابو عواطف، حسبنا الله ونعم الوكيل. طب حنان، والنبي والنبي عشان خاطري افتحي له دقيقه واحده، دقيقة بس نستفهم، نستفهم منه ايه اللي حصل. الله يخليك، الله يكرمك. لا مش هفتح له، عايز انا نفتح له عشان الناس تقول ان احنا مظبطينها معاه. ابو عاطف، انا عملت ايه يا اخوانا؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله. يا عوض، يا عوض، ابو غزال افتح على محروس، بس تعبان بصوتي مش طالع. انا محروس ابو خطا. ابو غزال، ابو غزال، ابو غزال، ابو غزال، لا لا وحياه ابوك ابو غزال، ده انت بالذات والله اموت فيها، اموت وعد مصحف، اموت وعد. انا عملت لكم ايه؟ عملت لكم ايه؟ عملت لكم ايه؟ حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل يا ابو غزال، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، حسبي الله ونعم الوكيل في مصر كلها، حسبي الله ونعم الوكيل. اللي عند المولى ما بيروحش، مش عايز حاجة. اللي عند المولى ما بيروحش، مش عايز حاجة. تعبت you
عشاك يا محروس. هايل، برافو عليك يا دودو. الست دي انا لغايه اخر لحظه كنت فاكر انها هتعيش لي فطور الجدع والشهامه وكده، وانها مش هترضى انها تبيع البيت. هي فعلا عاشت شويه، بس على مين؟ انت هتقولي لي، ما انا عارف انت شاطره قوي في الحاجات دي، وخاصه مع الدجالين. انا بس عايزه افهم ايه لازمه البيع الخيبانه دي؟ بقى حته بدروم بثلاثه صاغ تدفع فيه كل المبالغ دي؟ يا ستي، اي فرصة الواحد يزكي عن فلوسه وعن صحته يزكي؟ ما بلاش انا يا مولانا. انت عارف لما نتجوز والله العظيم ما هخليك تدفع الشيلين في اللي بتعمله ده. على فكرة يا دودو، دي مش فلوسي، دي اوامر الباشا الكبير. قبل ما ينزل محروسة اجازته طلب مني اني اسد في وشه كل البيبان، انه ما يعرفش يرجع الحارة، وانه يضطر يرجع لنا مع القصر زي الكلب. مش معقول يا بابا، مش معقول. يعني انت عايز ابواب الحاره تتقفل في وشه، بتنزله اجازه ليه؟ واصلا اصلي بصراحه نفسي افيدني على الطعميه، فبعته يجيبها لي ويرجع. ده وقت هزار؟ ده وقت هزار يا بابا؟ انت اللي بتهزري، او بمعنى اصح بتستعبطي. محروس لازم يحس ان اهله هم اللي باعوه، واحنا مش حابسينه عنهم. حموت واعرف انت متمسك بيه ليه؟ مش بقول لك بتستعبطي، انت ناسيه يا هانم السر اللي معاه. الولد ده لو بعد عندنا اسبوع واحد بس، محدش عارف هيرغب ايه ويتكلم مع مين. وطبعا دلوقتي هو مبسوط ومرتاح هنا في القصر، صح؟ وحضرتك السيد الحنين، مش كده؟ يوه، وجه وقعد تحت رجلي وعيط وشحتف وسامحني يا باشا. انا عمري ما هسيبك يا باشا. لو ايه؟ وبياكل اختك كمان طعميه في الجنينه.